معنا الأخ أبو سعد من أبها، تفضل أخي أبو سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ الله يحفظك، أنا نذرت نذر، نص النذر يا شيخ أني لو تأخرت عن صلاة الجماعة أتسنن 10 ركعات. هذا يا أخي يعتبر مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين، تكفر كفارة يمين ويكفي هذا، ولكن احرص على صلاة الجماعة واعمل الأسباب التي تعينك على صلاة الجماعة، ولا حاجة إلى النذر.